اظبط مكانك، نام على بطنك، نام على بطنك يا غبي. يا غبي هموت يا جماعة، هموت والله. مين اللي نزل العريان ده يا جماعة؟ مش فاهم يعني، ربنا غضبان علينا من شوية. الفيلم ده شكله فيه ضرب كتير قوي. فيلم مؤثر. يعني طب استنى هقفل النور واجي لك عشان نتكلم في الموضوع. حرك شفايفك عشان مش شايفك. انت هنا؟ ده انا كنت مستنيك جوه. ها تحب تموت بسرعه ولا واحده واحده؟ لا واحده واحده. اوعى تكون فاكر نفسك جميل ها، ولا فاكر نفسك من دمنهور. تخيل لو انت خارج كده وقابلت واحد بالهجمه دي كده قدامك عايز يضربك، هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تبقى فرصه بقى، بس غالبا يعني هيفرتكني. خليك متسامح، سامح سامح. يا نهار. لا يا عم مش عايز ابقى كده. العادي بيتأخر كده في الحمام ولا في ظرف طارئ؟ يعني دي طبيعته يعني عادي جدا. هو بيحب يدي كل حاجة حقها. بص البواني، بص بيديله. النار بيطلع يعني. طب ايه المشكله؟ طول طول، انا قلقان. بس بقول لك يا حضره الظابط، الازاز لما بيتكسر هنا لو اتعمل هنا في مصر بيتكسر برضو ولا ايه؟ تمثيل بقى، الحاجات دي تمثيل. اقتله تاني؟ شو قتله قبل كده؟ ما هو قتله ثلاث مرات بس ما بيموتش. والله يا فندم بصراحة مش عارف أشكر حضرتك إزاي على اللي أنت عملته معانا، وأنت قدرت تقبض على هذا الوحش الكاسر. محتاج حاجة بسيطة. يعني ياما ضربت أطول منه وأعرض منه، وأنا عايز أقول لك إن أنا من بدري قاعد أقول لهم يا جماعة هو بيطول في الحمام، يقولوا لي ما تقلقش يا جماعة ده النهار طلع وشوف هما شوف. جت سليمة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مشيتها كويس؟ كويس جدا. كل يا ابو نسب، كل انت بذلت مجهود جامد بره وانت بتضربه. حرك شفايفك عشان مش شايفك. ها يلا كل. يلا. انا معلش انا مضطر اقطع عادتكم الحلوه ديت، يعني ورايا اسم. طب نخلص الفيلم بس الاول. والله يعني انا حاسس ان انا لو قعدت هندمج معاك، يعني النداء الواجب برضه. فاضل بقى، فاضل بقى، فمعلش. قوم يالا، قوم يالا. هتوه تقول لي لو طلع لي واحد زي ده كده هنا اهو. يلا يلا يلا. استأذنك انا بقى على سجن ابو زعبل. لا حبيبي اذنك معاك، اتفضل. يلا. لو شفتوني بره طحنته طحنته. على كده بقى الازاز بيتكسر بقى زي الافلام دي ولا ايه؟ بالظبط.